حاسه اعمل يوتيوب فيديو انا. هاي حبايبي واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مكياج وبنات ميبيلين نيويورك وانا سما نارين. قبل ما نبلش بحلقه اليوم ما تنسوا تشتركوا بقناه ميبيلين نيويورك ميدل ايست بالضغط على الزر الاحمر تحت، كمان شغلوا الجرس لانه حتشوفوني كل يوم جمعه الساعه 9 المساء مع ضيف جديد. خلونا نرحب بضيفتي الجميله رزا. هاي هاي وسهلا فيكي. اهلين. هي اول مره بشوفه لرزا بارض الواقع، كثير متحمسه. انا بحضر فيديوهاتها. حبيبتي انا متحمسه اكثر. متحمسه لليوم صراحه، المره الماضيه عملوا فيه مقلب فانا عم بستنى هلا انت ايش محضرتي لي. يا رب ما يكون في مقلب بالموضوع. بس لا تخاف، محضرت لي شغلات حلوه. جاهزه؟ جاهزة أكيد. So, قبل كل شيء بدي منك تقولي لي ثلاث معلومات، بس ثنتين حيكونوا صح وواحدة حتكون غلط. بدك حقيقتين وواحدة كذب. هلا أنا كثير بحب المحاشي. وأنا كمان. هاي أكيد صح. مرة فتت على الصف بالمدرسة وقعدت أرقص على الطاولة. مش كتير بحب الحيوانات الأليفة لأنه بخاف منهم شوي، مع إنهم أليفين بس بخاف منهم. لا متابعين روزا والمتابعين الجداد بدي منكم تكتبوا تعليق تحت وتحزروا شو هو الصح من الغلط. بما أنه صار وقت المدارس وصار وقت نرجع للمدارس كلياتنا، بدي منك تعملي لي ميك اب وأنت مغمضة عيونك، بس يكون ميك اب بسيط وتحطي لي ميك اب بسيط. بس تساعديني أكيد شوي. أوكي. لا ما هو إذا ما بدك تساعديني رح أخبص عليكي. أنا آسفة كثير. لا خلص أنا حساعدك. ساعدك. أنا حساعدك. خلص. قبل ما ننتقل لمحطة الميك اب بدي أخبركم إنكم فيكم تربحوا هالهدايا مني ومن ميبلين بقيمة 2000 درهم. كل شيء اخترته بإيدي وكمان أحلى شيء كالعادة. كثير مبينة حلوة لبس. بتجنن. شروط المسابقة حتكون كثير سهلة، تابعوا الفيديو للآخر لأنه حاطرح عليكم سؤال وجواب السؤال حيكون متواجد بضمن الحلقة، وحالياً صار وقت نعمل الميك اب. وصلنا لمحطة الميك اب وطبعاً روزا ما شايفة شيء. ولا شيء. شو هي؟ ايش؟ هي. لا هي فرشاي. بس فرشاي. روزا. لوك اليوم له علاقة بالعودة للعام الدراسي، بدك تعرفي شو المنتجات اللي عم تستخدميها. اوكي روزا حنبلش. اوكي يلا. هذا هو. اوكي ان شاء الله يكون لون بشرتي. شو النمرة؟ او ماي جاد. سو روزا اخذت الفونديشن فيت مي، ما حنقلكم شو الدرجة اكيد مبين على الكاميرا. سو روزا حتستخدم فونديشن فيت مي من ميبلين، هذا الفونديشن بيغطي كل المسام بنفس الوقت بيعطيني لوك كثير طبيعي ويومي. اوكي حتحطيه بايدك؟ لا راح استخدم ميك اب بلندر. اتوقع مني ساعدك. انا اتوقع يعني شوي. اوكي يلا. اكيد. لا بليز لا. هاي اوكي 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 حبيبي وشي هون. انا وشي هون. اوكي اوكي انا كتير. مو طبيعي الشيد اللي اخترته، شو لابق لبشرتي. عم تتمسخري عليك. لا لا اي كاس. رح اعمل لك هون شوي كمان عشان يعني نوحد اللون. بتعرفي ما بعرف اكيد. هيك بكون خلصت الفاونديشن. سو بعد ما خلصنا الفاونديشن حاعطيكي منتجين تحطيهم على وشي، طبعا انت اللي حتختاريهم، وبليز انقذي الوضع. ما دخلي، انا بس راح استخدم المنتجات اللي او ماي جاد. او ماي جاد. ايش؟ او ماي جاد. واو. اوكي ما حقول شيء انا، بس بدي اقول انه شكله اللون حلو. حبيبتي بريس تيك. يس بتعرفي شايفه هاي خلص مش حبيتك انا انت ما في كونكشن. سو مثل ما شايفين طلعت الحمرتي واللي هي بريس بلاي سوبر ستاي مات انك من ميبلين نيويورك. انت وين؟ هون. انت هون. انت هون. اذا هدول خدوده يا معناته هون. ايش هذا؟ تسمعي؟ فوق يا بنت. هون. تحت بقلنا فوق بتنزل لتحت بقلنا فوق. هون. هون. هيك. واو حطيتها صح اكيد. هيك بكون حطيت لك اياها. واي ثينك انه حلوه.
بليز انتم متابعين كتبوا لي تحت بالكومنتات انتم حاسين انه الليبستيك زابطه ولا لا. طبعا اكيد حنحط اخر منتج، بليز انقذي الوضع. شو بدك تستخدمي انت؟ حابه اعمل لك شيء بحواجبك. سروز عم تقلي بدها تعمل شيء لحواجبي. يلا هات المنتج وحطي على حواجبي. اوكي هذا تحطي على شعري؟ لا هاي بس انه انا اوكي هون يس يعني. واو واو يا رزة، فوق فوق يا بيبي فوق فوق. هون تحت وين بالنص؟ هاي حواجبك ولا جبينك؟ اثنيناتهم. اللوك اللي عملناه لوك خارق. قاعد كتبون انتم شو رايكم بالكومنتات، اذا هي بتعمل هيك شيء معناها هي بترقص على طاولة المدرسة. شو رأيك في هذا الشيء؟ شوفي يعني هلا أنا شايفة إنه كل إشي تمام، حتى الفاونديشن أصدت من الكونسيلر الخارج. بتعرفي ليه ما عطيتك التاتو برا وعطيتك الكونسيلر؟ لا لأنه هالمنتجات في اثنين اثنيناتهم بيضلوا لمدة يومين على الوش. طبعا الحمد لله قدرت شيل الميك اب والمصيبه اللي عملتي لي اياها. سو بالميك اب اليومي اللي انا بحطه بستخدم كونسيلر بدل ما احط الفاونديشن، سو لهيك حاستخدم الانستنت ايج ريوايند بدرجه لون لايت. مو طبيعي بيغطي الهالات السوداء بشكل فظيع. حط على انفي مثل ما تعودتوا علي، هيك بحط انا الكونسيلر. ليه ما تحطي على حواجبك كمان؟ لا انت حطيتي لي، انا برايي بكفي. حاعمل بلند للكونسيلر. سو بعد ما حطيت الكونسيلر بسرعه بستخدم التاتو براو واتر بروف جل. حبلش بنص الحاجب، بس قبل هيك مثل ما علمتكم بنحاول نشيل المنتج الزايد. حنبلش بنص الحاجب بمسار الشعر، وبعدين شوي شوي بنقدم لقدام ونطلع في لفوق. بعد ما حطيناه حناخذ هاي الفرشاه الصغيره وحنمشط فيها الحاجب لحتى يعمل بلند ويدوم معنا لمدة أطول. الشيء الحلو بهالمنتج إنه بيضل على حواجبك لمدة يومين، وأحلى الشيء إنه ضد المي. تو بعد الحواجب حننتقل للعيون. حأعمل لوك كتير سريع واللي هو حنبلش أول شيء بالتاتو لاينر اللي بيجي أسود غامق كمان ما في أي شيء بحركه. حأرفع جفني هيك، أمسك الكحل حطه في نهاية العين، خمد حدد عيوني. حلو كثير انه بتحسيه سهل هيك فورا بسرعه وبضل. سو بهالحاله حددت خط الرموش اللي عندي، وليكمل اللوك ما بحط انا اي شادو لانه يكون ما عندي وقت. سو بستخدم الكوليستيل 100% بلاك ماسكارا. لا تذكريني فيها، هاي طلعت المره الماضيه بالمقلب. عن جد؟ او ماي جاد. لا انبسطي هالمره ما عندنا مقلب. اخر شيء حتى نحطه رح يكون البلاش واللبسك. البلاش ما في اسرع منه. بتعرفي انا شو بعمل؟ قلبي بيوجعني ما فيني اختار لون، سو بعمل نفس الشيء هون. سو اخر شيء لوك اليوم حيكون الحمرة، ولانه بحب اطلع ناعمه بايام الدراسه سو حاستخدم حمرتي واللي هي بريس بلاي سوبر ستاي مات انك من ميبلين نيويورك. عملنا كولابريشن بتجنن كثير. حلوه لبستك صراحه ولونها بجنن. رح نكمل بسرعه. مات 100% اسمها سوبر ستاي مات انك، يعني مبينه. بنهايه اللوك حنستخدم شو رايك ارش لك انا؟ يلا لاستنج سبراي باي روزا. طبعا رح استخدم لنارين اللاستنج فيكس سبراي من ميبلين. انت عشتي صح؟ انت عاش. سو هذا كان لوك اليوم. عبالي اعرف شو رايك بهاللوك. صراحه كثير بسيط وحلو لابق لك. عبالي هلا اسالك السؤال اللي كلياتنا ناطرينه. اوكي شو هي الحقيقه الصح؟ او ماي جاد. هاي شو بتاكلي غير رزة؟ لا بليز لا، لانه هاي ثاني مرة. سو هاد كان مقلب اليوم، صار وقت نعرف شو هو الشيء الصح وشو هو الشيء الغلط عني. سو المحاشي، انت بتحبي المحاشي؟ يس. انت بترقصي على طاولة المدرسة او انت بتخافي من الحيوانات الأليفة؟ انت شو رأيك؟ انا برأيي انت بتخافي من الحيوانات الأليفة.
كنت تخافي من اشياء كثير كيوت صغيره هيك؟ غالبا رح يكونوا حذروا انه عم بحكي يعني غلط اشي غلط. يعني اكيد بحبهم. اكيد تقصع الطاوله. تقصع الطاوله. اوكي الطاوله هون. روز لا روز لا روز. لحتى تربحوا بهاي البوكس خبرتكم باول الحلقه انه حيكون في سؤال، والسؤال هو شو اسم المنتج اللي استخدمناه للحواجب؟ رجعوا على الحلقه تذكروا شو اسم المنتج، اكتبوا لي تحت بالتعليقات وموفقين كلياتكم. بنهايه الحلقه بدي اقول ثانك يو روزا حبيبتي نارين، عن جد استمتعت كثير معك، كثير استمتعت بالحلقه واللوك كثير حلو، وكمان استمتعت حتى مع انك يعني سكتي لي عيوني بس استمتعت كثير. انا ما استمتعت هذاك لا هذاك الشيء الوحيد اللي ما استمتعت. كمان عملت لي مقلب فواحده بوحده صفت. بنهايه الحلقه بدي اقول لا تنسوا تشتركوا بقناه Maybelline New York Middle East، حطوا لايك للفيديو، وكمان انطروني كل اسبوع يوم الجمعه الساعه 9 المساء. باي باي. سو كلياتكم موقفين موفقين. شنو انت شنو شنو انا مبسوطه كثير بهالتحدي.